مرحبا، في عنا مكفي بالصف البروفي، صف التاسع فيزيكس. في عنا هون هذا الاكزرسايز تاع كمان نورمال فانكشن اللي عم بحتا نسوي. بنا هدف is to study the functioning that carries inscription 3 volt 3 volt. عنا resistance of the lamp، نحدد ال resistance لللمبة، واثنين functioning of the lamp. The lamp L is connected in a convenient okay. لما قال convenient circuit يعني انه تم اختيار ال value للresistance بشكل محسوب، وحتى كمان ال voltage للبطارية كمان تم اختياره بشكل محسوب. What is the voltage across L؟ شو ال voltage حول اللمبة؟ هو 3 فولت لأنه أخذناه على هذا. The voltage across L is since it works normally. صحيح. So it is the rated voltage. فيك مرق كلمة rated كان بيكون أحلى وأحلى. What is the power consumed by L؟ كمان 3 وات. 3 وات لنفس السبب. Deduce the value of the current I0 carried by L. ف تكتب Ohm's law، فيك تكتب UL اختصارا أو تكتب UCF بيمشي الحال كمان، بس أنا بفضل تقول UL لأنه قال إني convenient circuit. أنا مش عارف إذا لحد هاللحظة مش عارف إذا convenient circuit هو هالرسمة أو لا، فبفضل ما تقول UCF، فيك تقول UL. اوكي deduce the value of carried by L ف the value of the current I0 L ف قول UL فيك تقول I هو ال current passing through L وال R هو ال R تاع ال L فيك سميه RL لا عفوا اذا ال I0 لا هذي انا فوتهم البعض. ال I0 equal power على على U ال U L وال power هو كمان power consumed by L. فاذا 3 على 3 بيطلع 1 امبير. اوكي سمي I0 اثنين L may be considered resistance show that R هي 3 ohm. فحط علامة سؤال هون فوق الثلاثة يعني هون تاعت الار، استعمل الار حرف صغير مثل ما هو هون حرف صغير. ار equal يو تايمز اي لي ار equal يو اسمي اي، انت عم تقول يو equal ار تايمز اي، المفروض هيدا انتبه له، بعتقد انت بتعرف. عادي كروس مالتيبليكيشن، عندك يو equal ار تايمز اي، فالآي بينزل لتحت على الدينومينيتور تحت ال تحت اليو. ار اذا عندك سؤال بهاي فيك تبعت لي. فا ار ايكوال 3 على على 1 لانه هو قال لك ديديوس، فبدنا نستفيد من لا ما قال ديديوس، قال بس انه ورجيني انه الار هي 3. فيك تستعين بالاي 0، فيك حتى من دون الاي 0 فيك تستعين بالباور نفسها. فيك تقول مثلا الباور بيساوي يعني 3 بتساوي U سكوير على R، U سكوير يعني 3 سكوير على ال R الصغير. كمان حيبين معك انه ال R كمان حيساوي 3 ohm. هو مش غلط كمان تستعين بال I0 كمان منه غلط. Part 2 functioning. We connect L in series with the resistor D. ايه بالظبط، فهذا السيركت ما ضروري يكون هو ذات السيركت اللي كان فوق، ما ضروري ابدا. With the resistor D of resistance R equals 17 ohm. Across the poles of a generator. طب بتقلي هون طيب هون شو كان السيركت؟ ما بعرفه، ولكن كل اللي بعرفه انه عندي سي اف، انه مثلا هون انه عندي اللمبه، وهي اكيد هي برانش بشي سيركت مثل ما هيدي مثلا، هي بحد ذاتها مثل شقفه من برانش او شيء هيك، واكيد مارق فيها كرنت، اعتبرني كرنت اي زيرو، وفي فولتج حواليها اللي هو 3 فولت. هذا كل اللي بنعرفه عنه. ما بعرف شو السيركت اصلا شو كان، مش مضطر اعرفه. ولحتى انفذ الامز لا، لطبق الامز لا، انا مش بحاجه لاعرفه حياتي.
انه اللمبة يتم اعتبارها مثل الريزيستر، ريزيستور اوف ريزيستنس ار، وبالتالي بالأومز لا اصلا انا مش بحاجة الا للريزيستنس نفسه، يعني اللي هو الريزيستنس تاع اللمبة. هاي بس على جنب functioning. فإذا نرجع لهذا التوب بيقلك R 17 ohm across the poles of a generator delivering constant voltage UPN equal 12 volt. UPN 12 volt وال R هو 17 ohm، وعندك ال resistance للمبة ال R هي 3 ohm. كان فيك تستفيد منها لأنه هذه خاصية من خصائص اللمبة ما حتتغير. A current I passes then in the circuit، فما حتتغير الريزيستنس للمبة لأنه مثل ما قلنا هي من خصائصها. طيب A current I passes then in the circuit. Okay. Delivering constant voltage UPN. Determine the value of the resistance equivalent to the combination R or R. انت قلت هي 17 ohm، ال R R لل D انت سميتها، فيك تسميها R على الحل لانه ال R بحد ذاته هو حرف. هلا اعتبر هون ال R الكبير هو خاص لل D، وال R التاني الخاص لللمبة هو R صغير. اوكي، فيك بكل بساطة تسميها R، منا غلط يعني. اوكي، فإذا لأنه بدك تقول كلمة إنه هن إن سيريس، لأنه إن سيريس ساعتها في إجماع، وبالتالي عندك 17 زائد 3 بيصيروا 20 أم. لازم ترسم رسمة، دايما ارسم رسمة، بس ترسم رسمة السي رح يختفي، بينحط محلهم ريزيستور واحد أوف ريزيستنس 20 أم. بعدين عندك determine the value of I current I، ف I بيساوي ال UPN على هذا ال R equivalent طبعا حسب الرسمة الجديدة انت منك رسمها. ف ال U هي 12 فولت على ال R اللي هو 20 ohm، مظبوط صح، بيطلع 0.6 امبير. طيب بيقلك L does not function normally. هي لتكون function normally لازم ال I0، لازم ال current يكون قد ال I0 اللي هونيك. ال I0 طلع معك 1 أمبير بينما هون طلع 0.6 أمبير، فهي بتشتغل تحت قدرتها أو تحت ال function normal، فما شو بنسميها under ما بعرف شو بيقولوا under underrated يمكن هيك شيء، underrated أو overrated إذا كنت عم تشغلها فوق طاقتها، ماني متأكد بس بعتقد هالمصطلح صحيح. بغض النظر هو مطلب مني إنه أعمل interpretation، بكل بساطة بتقوله لأنه الكرنت اللي عم يمرق فيها مش هو ذاته. أنت قلت لأنه الفولتج اللي حواليها كمان مش هو ذاته، هو كان فوق 3 فولت بينما هون هو 12، لا شو اسمه مش 12، لا it carries 12 فولت، لا اصلا the voltage across the lamp منه 12 فولت، هذا التبرير منه صحيح. انتبه انتبه، ال voltage across اللمبة منه 12 فولت، 12 فولت هي ال UPN، ما عندك sum ل 2 voltages هون، يعني حيكون اصغر من 12، ما هيدا له نصيبه، ال UPC له نصيبه. وبالتالي مبدئيا ال voltage بعدني ما حسبته، وهلا في احسبه بس ماني مضطر، والباور في احسبه بس ما حسبني كمان ماني مضطر، في اعتمد على الاي. بكل بساطة هذا الكارنت اللي عم يمرق هون مش هو ذاته الكارنت اي زيرو اللي كان عم يمرق باللمبة هون فوق بالنورمال فانكشنينج اللي هو 1 امبير، لانه مختلفين سو بطل نورمال، وهو اندر ريتد، يعني هي عم تشتغل تحت طاقتها الطبيعيه، تحت عمل الطبيعي. To make L function normally we replace D by another D prime. هذا R prime must be smaller than R. ليه؟
طيب انت قلت the smaller R means smaller voltage. كل ما صغر this means that lamp will work normally. لا بدي اكون واضح اكتر، مش واضح بعدين. لا 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 ما مش واضح. ممكن قصدك انه اذا صغرت الار يعني الفولتج حوالي اللمبة رح يصغر من 12 وصولا لل3 فولت. اصلا هو ما كان 12. نو مش هيك. بدك تقوله انه انت الكارنت اللي عندك ايه هون هو 0.6 امبير. هلا اول شيء انا في احسب له، يعني انا هون في اعمل همة ونخوة واحسب الار برايم، بقدر احسبه وهذه بتكون فكرة مهضومة. واي بتقول له ليش الواي؟ حابب بتقول له شوف يا استاذنا العظيم، بتقول له انا حسبت لك اياها. ليش واي؟ لاني حسبت لك اياها بكل بساطه، شو بدك بعد؟ وما كثير حيعترض. ولكن اذا بدنا نجاوبه منطقيا مثل ناس كهربجيه مثلا وعارفين حالهم انه متمكنين من الكهرباء وهيك، شو بتقول؟ خلينا نفكر هيك بشي جواب. بركي خلينا نقول انه بس بدك تغير هيدا وتحط محله ريزيستنس او طاقة، فالايكوفالنت ريزيستنس اللي هون الاثنين سوا بدها تصير او طاقة كمان. اوكي ليه؟ لانه هي ار زائد ار، انه هلا حصير ار برايم زائد الار الصغير اللي هو حيكون او طاقة من الار اللي هو هون 17 زائد هذا اللي هو 20 اوم. وبالتالي لما بتصغر انت الار ايكوفالنت شو بيصير بالكارنت؟ الكارنت بده يعلى، وبتقول له لازم الكارنت يعلى. ليش؟ لانه لازم يعلى من 0.6 امبير طلعت معك هون وصولا، لازم يطلع صعودا نحو ال1. اوكي وبالتالي طبيعي انك هذا. طيب ليش اذا بصغر الريزيستنس الكارنت بيعلى؟ ولا شيء، اومز لو. الكارنت شو هي قاعدة الكارنت؟ انت كاتبها هون I equal U على R. اليو ثابت. ليش ثابت؟ هو 12 فولت تاع حوالى مين؟ حوالى الإكوفالنت اللي هو ذاته اليو بي ان، فاليو بي ان هو ذاته اليو بي اف. اليو بي اف هو 12 فولت، ما عم يتغير. وبالتالي لما 12 فولت ثابت على الار إكوفالنت الجديد، الار على اساس انه صغرناه، فاذا بتصغر الدينومينيتور الرقم كله سوا، اليو على ار كله سوا بيكبر. هي لازم تعرفها، بشرط طبعا انه النيوميريتور كونستانت. بعيد اذا النيوميريتور كونستانت والدينومينيتور صغر، فكل الفراكشن بتكبر. واذا منك مصدقني جربها، حط مثلا اللي بدك اياه، حط 12 على 5 ورجع حط 12 على 10، حتلاقي 12 على 10 اصغر. او بالعكس اذا بصغر الدينومينيتور ف 12 على 5 حيكون اكبر. وبالتالي بكل بساطة هيك فيك تجاوبه بالاسلوب اللي قلت لك اياه. اوكي يعني صغر equivalent resistance بيقوم الكرنت بيعلى، بيقوم بيطلع للواحد امبير، وبالتالي لازم يكون الار بدك تختاره هون اصغر. بدك تقول له كل هالحكي، هن جملتين ثلاثة يعني، بس بدك تقول. طيب بزيادة هلا خلينا نروح بعدين للميكانيكس.